الآن نلقي نظرة على تطورات أقصى الجنوب في قطاع غزة، تحديدا على رفح، مع مراسلنا محمد الدعور. إذن محمد، كيف تبدو رفح في اليوم 72 من بدء الحرب عليها؟ نحن نتحدث عن استمرار للغارات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وهذا الحال لا يختلف كثيرا عن مدينة رفح التي ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في سمائها وأجوائها، إلى جانب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. إسرائيل ما زالت ترتكب المجازر بحق المدنيين العزل في مدينة رفح، كان آخرها بالأمس استهداف منزل مكون من عدة طوابق في مدينة رفح، وعلى إثرها تم انتشال شهيد وأكثر من 15 إصابة نقلوا إلى المستشفى الكويتي ومن ثم إلى مستشفى أبو يوسف النجار من أجل تقديم الرعاية الطبية لهم. وقبل قليل تم تشييع جثمان الشهيد الذي هو رجل كبير ومسن في العمر. الجدير ذكره أيضا فيما يتعلق بالأوضاع والتطورات الميدانية، إذا ما تحدثنا عن شمال قطاع غزة فإن أيضا هناك غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية، وعلى إثرها تم نقل شهيدين من المنطقة في بيت لاهية. وأيضا نتحدث عن استمرار للغارات الإسرائيلية في مدينة غزة، ليس فقط في الشمال، أيضا في مدينة غزة الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في مناطق مختلفة وفي كافة أجواء القطاع. هنا في مدينة رفح، وإذا عدنا مجددا للحديث عنها، فإن لليوم الرابع على التوالي كل خطوط الاتصال والتواصل والإنترنت مقطوعة بشكل كامل. لا يستطيع السكان هنا الاطمئنان على بعضهم البعض، لا يستطيعون الاطمئنان على ذويهم ممن بقوا في مدينة غزة وشمال القطاع أو ممن يتواجدون في وسط القطاع. حتى هذه اللحظة هذه هي الفترة الأطول لدرجة الانقطاع في الخطوط الاتصال والتواصل. خلال الفترات الماضية كان يتم قطعها لمدة يوم أو يومين كأقصى شيء، لكن هذه المرة دخلنا اليوم الرابع في قطع كل هذه الخطوط، وهو ما عقد من عمليات الوصول لسيارات الإسعاف إلى الأماكن التي يتم استهدافها، بمعنى أن سيارات الإسعاف باتت غير قادرة على تحديد الأهداف التي يتم استهدافها من قبل الطائرات الحربية في كل أماكن محافظات قطاع غزة، وتجد صعوبة كبيرة في الوصول إليها. بعد نصف ساعة من الغارة التي تقع في أحد المنازل تقوم الطواقم الطبية بمعرفة المكان الذي يتم استهدافه من خلال السيارات المدنية أو المواطنين الذين يصلون من مكان الاستهداف، ومن ثم تتوجه سيارات الإسعاف والطواقم الدفاع المدني للمكان للبحث عن مصابين وناجين. هذا الأمر سيزيد من أعداد الشهداء والمصابين، لأننا نتحدث أن الغارة يكون فيها عدد من المصابين، سيعقد من عملية انتشالهم وإسعافهم وإنقاذ حياتهم. وأيضا إذا ما تحدثنا عن المنظومة الصحية والواقع الصحي، فإن المستشفيات ما زالت تعاني من عجز كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطالب بضرورة تدفقها بشكل كبير بما يتوازى مع حجم الجريمة الإسرائيلية التي ترتكب. إلى جانب ذلك هناك انتشار كبير للأمراض والأوبئة بحق المواطنين هنا، وتواجه الطواقم صعوبة كبيرة في التعامل مع هؤلاء المرضى، لأن وجودهم يتزامن مع استمرار للغارات الإسرائيلية، وهو ما يضع عقبات كبيرة أمام هذه الطواقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية الكاملة، سواء كان للمصابين أو لهؤلاء المرضى. إلى جانب ذلك، حتى هذه اللحظة القمامة تنتشر بشكل كبير في مناطق مختلفة من محافظات القطاع. سيارات جمع هذه النفايات لا تتحرك لأنها لا توفر فيها الوقود، وهو ما يزيد من نسبة وكمية وحجم الأمراض في مدينة رفح وكافة المحافظات، لأننا نتحدث أن الهواء هنا هو هواء ملوث، لأن عوادم السيارات تخرج ما يضعه السائقون من زيت الطعام فيصدر روائح كريهة في الأجواء، فبات كل الهواء هو هواء ملوث، إلى جانب التكدس الكبير للنازحين. فأجواء مدينة رفح وباقي المحافظات هي مليئة بالأمراض بالأوبئة بشكل كبير جدا. إذا ما تحدثنا عن المعبر، فإن 100 شاحنة تدخل يوميا إلى داخل قطاع غزة، ما بين ماء ومحروقات وسلات غذائية، هذا ما يدخل هو الفتات، لا يلبي حاجة السكان بالمطلق، ولم يستلم معظم السكان هنا أو النازحين من هذه المساعدات الإغاثية والغذائية، لأن ما يدخل مقارنة بأعداد النازحين الذين زادت أعدادهم عن 1,200,000 نسمة لا، يعني هو قليل جدا ولا يلبي حاجاتهم ولا طموحاتهم. أشكرك محمد الدعور مراسل الغد.
كنت معنا من رفح.